تذمر واستياء شعبيا في كربلاء نتيجة شح المياه والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، أزمات تتكرر سنويا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الحلول الحكومية التي تقتصر على اطلاق الوعود. يا اخي والله تعبنا اليوم، انا كمواطن عايش بكربلاء اليوم، بس مجرد دخول اعلان الصيف انقطع الماء وانقطعت الكهرباء. زين مدينة يجوها ملايين الزائرين، مدينة عليها ضغط بسالفة الماء، عليها ضغط بسالفة الكهرباء. يعني احنا شنو ذنبنا كساكنين كربلاء؟ اليوم كربلاء احياء ما بيها مي، يعني لا المشكلة درجات حرارة عالية وصلت نص درجة الغليان، ترجع المي مقطوع للبيت، كهرباء ماكو، يا اخي والله مو عيشة. للاسف احنا لما نشوف واقع المجتمع العراقي مع ازمة الكهرباء تحول الموضوع الى سخرية، موضوع سخرية وموضوع نكات كل صيف. هذا دليل على انه مستوى المعاناة لدى المواطن العراقي بقضية الكهرباء والقضايا الخدمات الأخرى هي قضية شحة المياه. رئيس مجلس المحافظة كشف عن مخاطبة وزارة الكهرباء لمنح حصة أضافية، لكن المخاطبة تلك لم تلقى استجابة من قبل الوزارة، ليحذر بدوره من غضب شعبي في المحافظة إذا لم يتحسن واقع تجهيز الطاقة. زيارة الأخيرة لمحافظة كربلاء، وعدنا من كربلاء ستجهز 16 ساعة، ولكن نرى هذه الأيام أن هناك أزمة حقيقية في محافظة كربلاء. كانت لنا متابعة مستمرة وجادة على محطات الإنتاج في محافظة كربلاء الثلاث، ووجدنا إنتاج هذه المحطات غير جيد ولا يلبي طموح المواطن الكربلائي. نلاحظ أنه القطع مستمر، نجد أن هناك تجهيز ساعة ونص وانقطاع ساعتين ونص، بل حتى هذه الساعة ونص تكون متقطعة. ونرى الآن هو فوران للمواطن الكربلائي مع ارتفاع درجات الحرارة. نطالب السيد معالي الوزير الكهرباء بالالتفاتة الجادة لمحافظة كربلاء، وإلا ستكون لنا وقفة جادة وحقيقية تجاه ملف الكهرباء. بين مطرقة الانقطاع المتواصل للتيار وسندان لهيب الصيف الحارق، يعيش المواطن الكربلائي أيام عصيبة وسط غياب تام للحلول من قبل الجهات المعنية. من كربلاء المقدسة، أنور العقيلي، السومرية.